النهارده هنتابع مع حضراتكم في فقرتنا الدينيه الشيخ احمد عصام امام وخطيب مسجد السيده زينب، هيكلمنا عن مظاهر التيسير في الصيام. نتابع مع حضراتكم. تعالوا نشوف. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. احبتي الكرام، ان دين الاسلام العظيم لم يأتي لفئة خاصة ولا لمكان محدد ولا لزمن معين، إنما جاء عاما لكل الناس ورحمة للعالمين. ولما كان هذا الدين العظيم يتسم بهذا العموم والشمول وهذه السعة، اتجهت تعاليمه إلى التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن الناس. ومن العبادات التي تتجلى فيها مظاهر التيسير ورحمة الله بعباده عبادة الصيام. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام أياما معدودات، أياما قليلة تعد عدا. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى رخص في الفطر للحامل وللمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى رخص في الفطر للرجل الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وللمرأة النفساء، وللمريض الذي لا يرجى برؤه. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب وأباح اللقاء بين الزوجين بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ومن ذلك تعجيل الفطر وتأخير السحور. ومن ذلك أن من غلبه القيء مثلا لا شيء عليه وصيامه صحيح. كل ذلك يبين أن الإسلام دين التيسير، لا غلو فيه، لا إفراط فيه ولا تفريط. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سياق حديثه عن آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالشريعة وأحبتي الكرام مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، وهي رحمة كلها وعدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.